هذه المحاضرة تعتبر أول محاضرة بـ Soft Tissue of Upper Limb. هذه المحاضرة مهمة، لها فيها أفكار مهمة، ما بها مو محاضرة قوية كثيرة يعني بها معلومات، ولكن لها أهميتها، أهميتها بتسلسل الأفكار، فيجب أن تحضرها للنهاية. مساء النور شباب وبنات، اقول لك قاعد تابعوني. اليوم محاضرتنا راح تكون عن الفاشا، عن الفينس درينج، عن الليمفاتيك درينج، عن الكيوتينيوس انرفيشن والمايوتومز اوف ابر لم. كل هذه المفاهيم راح ناخذهم بشكل مختصر، ما راح تكون محاضره معقده، راح تكون محاضره بسيطه ما بها حفظ تقريبا، مجرد انه نفهم الافكار. هذه المحاضره تعتبر اول محاضره من محاضرات السوفت تيشو اوف ابر لم، لها اهميتها. اوكي، لها اهميتها. المحاضره ما بها كمعلومات مو كلش كثيره، اوكي، معلوماتها بسيطه، ولكن اهميتها بربط الافكار. اوكي، ربط الافكار اللي راح اقوله اليوم ما راح ارجع اعيده. اوكي، ما راح ارجع اعيده، ما راح ارجع اعيده بنفس الصياغه، راح يكون اكو الى اعاده لانه راح تكون مربوطه، ولكن مو بنفس هذه الصياغه. فهذه المحاضره مهم ان نحضرها للاخير. اوكي، بلش بالمحاضره. نبلش باول بارت من هذه المحاضره وهو الفاشا اوف ابر لم. الفاشا احنا اخذنا بالجنرال اناتومي فكره الفاشا شو بالضبط، ولكن كمراجعه لها والاشخاص اللي ما حضروا هذه المحاضره اللي هي الفاشا برسي والى اخره من هذه الاسماء، اوكي، يقدرون يحضروها. راح يكون الرابط فوق على يمين الصفحه بعلى يمين الشاشه، فراح يقدرون يحضرون هذه المحاضره لانه لها اهميتها بالمستقبل، راح يعني نتعامل ويا نحتاجها جدا بالمستقبل، فالافضل انه تحضروها. عندنا طبعا الفاشا نوعين، اوكي، عندي السوبرفيشال فاشا اللي هي الطبقه الدهنيه، هاي الطبقه الدهنيه لها ثلاثة اسماء، يا اما السوبرفيشال فاشا، يا اما الهايبوديرمس، يا اما السبكيوتينيوس تيشو. ثلاث اسماء لها، كلهن صحيحات، ولكن كفاشا فهي تعتبر سوبرفيشال فاشا. ديب لها اللي هي هذه الدي فاشا، هذه البيضه، اوكي، صح انه هاي مو بيضه، ولكن هاي هي عباره عن طبقه بيضه صايره فوق المسلز، اوكي، صايره سوبرفيشال للمسلز، فنسميها الديب فاشا. الديب فاشا هاي عباره عن شنو؟ عباره عن كونكتيف تيشو، دنس كونكتيف تيشو، اوكي، بهذا المعنى. الغايه من هذه الفاشا طبعا لها هواي غايات، لها يعني ممكن تكون بروتكشن، ممكن تكون انه تفصل، حشوف شوي الفاشل كومبارتمنت بالسلايد الجاي، الفاشل كومبارتمنت شنو الفكره مالته. فهي هاي وظائف الفاشا، فبها بروتكشن وبها نقاط معينه احنا نستفاد من عندها، لها فائده يعني. الان بكل منطقه من الابر ليم اكو فاشا لها اسم معين، الاسم راح تاخذه من المنطقه نفسها. يعني مثلا من نقول البكتورال فاشا، بكتورال فاشا فهي بمنطقه البكتورال. البكتورال شنو؟ هي الصدر، اوكي، ان هذه العضله اسمها البكتورالس ميجر، اوكي، بكتورالس ميجر، العضله اسمها البكتورالس ميجر اللي هي عضله الصدر معروفه، يعني تقدرون تتحسسوا هسه عضله الصدر موجوده، هي اول عضله من عضلات الصدر اللي تكون سوبرفيشال. يعني عندنا هذه البكتورالز ميجر راح يغلفها فاشا، هذه الفاشا نسميها بكتورال فاشا. طبعا هذه البكتورال فاشا هي انفستنج فاشا، الانفستنج فاشا هي الفاشا اللي تغلف المسلز، الفاشا هي نفسها ولكن لانه تغلف المسلز نسميها انفستنج فاشا، واللي هي نفسها الابيمايزيوم، اوكي، الابيمايزيوم اللي هي الطبقه اللي تغلف المصل هي نفسها الفاشا بهذا المعنى. فطبعا هذه البكتورال فاشا لونها اصفر، لونها ازرق، او قبل لونها ازرق لونها بينك يا الوردي، نسميه ديب سيرفيكال فاشا. هذه مو شغلنا بها لانه هذا اساسا ما تنتمي للابر لم، احنا شغلنا بالابر لم.
ولكن هو نقلها يعني حتى نعرف انه الكلافي بكتورال اوكي اللي هي هاي اوكي الكلافي بكتورال فاشا اللي لونها ازرق هي كونتينيوس ويا الديب سيرفيكال فاشا بهذا المعنى. فهذه الكلافي بكتورال فاشا مثل ما قاعد نشوف هذه راح تغلف السبكليفيز مصل وراح تغلف ايضا هذه المصل اللي هي البكتورالز ماينر. راح تعرف طبعا على المصلز ذني بالمحاضره الجايه بشكل عميق. هنا شنو عندنا؟ طبعا هذا مثل ما قاعد نشوف هذا عباره عن يعني سميناه ممبرين فسميه كوستو كاركويد ممبرين. كوستو كاركويد ممبرين اللي هو صاير ما بين السبكليفيوس وما بين البكتورالز ماينر. ايضا بعد البكتورالز ماينر عندنا هذا الممبرين اللي راح نسميه او الليجمنت راح نسميه سسبنسوري ليجمنت اوف اكسيلا. اوكي البكتورال فاشا والكلافي بكتورال فاشا يعني هذا الاصفر والازرق راح يكمل من الانفيريور بارت ويكمل مع الاكسيلري فاشا، فانه راح يكون كونتينيوس ويا الاكسيلري فاشا يعني الكونتينيويشن مالتهن راح يكون عباره عن الاكسيلري فاشا اللي هي موجود بالاكسيلا. الاكسيلا اللي هو الابط بهذا المعنى. هذه كفكرة يعني ان هذه الافكار مهمة انه احنا نعرف الفاشا شنو هي، مهمة انه نعرف انه الفاشا اسماءها شنية، الاسماء على اي شيء احنا قاعد نستند. اوكي هذا الشيء مهم، واللي اهم من عنده صراحة سورة هذا الشيء الاهم من عنده بالنسبة لي اني اللي هو الفاشل كومبارتمنت. الفاشل كومبارتمنت شنو هو بالضبط؟ مثل ما قاعد نشوف هذه الفاشا، هذه البكتورال فاشا، طبعا هذه الدلتويد فاشا وهكذا، الدلتويد فاشا، السكابيولر فاشا، مثلا البريكيال فاشا اللي هي الفاشا الموجوده بالارم، الانتبريكيال معناته الانتبريكيال معناته الفور ارم بهذا المعنى. فراح تاخذ اسمها الفاشا راح تاخذ اسمها من اسم المنطقه الموجوده بها بهذا المعنى. ولكن فكرة الفاشل كومبارتمنت مثل ما قاعد نشوف انه هذه الارم احنا ناخذ مقطع عرض بها اللي هي هاي، راح نشوف هذا فوق. هذا طبعا الانتيرير فاشل كومبارتمنت على حسب اللون مالته، هذا اللون يعني انتيرير، هذا يعني بوستيرير فاشل كومبارتمنت. الفاشل كومبارتمنت شنو؟ هذا عبارة عن الميديال انترمسكولر سبتم. اوكي وهذا اللاترال انترمسكولر سبتم. السبتم معناته حاجز او جدار، سبتا جمعها، سبتم مفرد، سبتا جمع. طيب هنا هذا السبتم اوكي اذا السبتا شو مكونات فاصلة لهذا الجزء عن هذا الجزء، فهذا راح نسميه كومبارتمنت وهذا راح نسميه كومبارتمنت. كومبارتمنت يعني مثل الشقة، يعني تفسير اساسا كومبارتمنت هي عباره عن شقه او غرفه. اوكي غرفه، فهذا هاي الغرفه مغلقه ومعزوله عن هذه الغرفه بهذا المعنى. هسه الفائده من عندها شنو؟ الفائده منها هواي اشياء، منها مثلا يعني احنا حتى نفهمها، هذه مثلا يغذيها مصل معين، يغذيها نيرف معين، هذه ايضا يغذي هذه يعني هذه المصلز يغذيها نيرف معين وهذه نيرف معين بهذا المعنى، ف تقريبا نفس النيرف هنا اللي يغذيهن يعني. هذه المنطقة أيضا اللي هي عبارة عن فلكسر، أوكي هذا الكومبارتمنت يحتوي على مصلز تكون فلكسر للفور أرم أو للألبو جوينت. أيضا هذه تعتبر اكستنسر، هذه هي مصل واحدة اللي هي هاي الترايسبس وهذه البايسبس والبريكيالس والمصلز اللي تكون فلكسر. فهذه راح تكون الترايسبس، فهذه فلكسر، اكستنسرز أوف ألبو جوينت بهذا المعنى. عندي هنا طبعا راح ناخذ هنا مقطع ارضي راح نشوفها بهذه الطريقه، هذا الالنا، هذا الريديوس، هذا الانتر ماسكولار سبتم، وعندي هذا الانتر اوسيوس ممبرين. فمثل ما قاعد نشوف انه فصلها هذا كومبارتمنت، هذا كومبارتمنت، هذا اكستنسر، هذا فلكسر كومبارتمنت بهذا المعنى. فهذا الفاشل كومبارتمنت. الان اكو نقطه لطيفه، اذا صار عندي انفكشن هنا اوكي وهذا اكثر شيء نواجهه بالايد هي بالهاند، اذا صار مثلا مثل ما قاعد نشوف هاي كل وحده منهن كومبارتمنت خاص، اذا صار عندي مثلا هنا انفكشن بهذا الكومبارتمنت اوكي بهذا الكومبارتمنت ما راح ينتقل لهذا الكومبارتمنت، وراح اقدر يعني الباس اللي هي الجراحه والجراثيم والميكروبس يعني راح اقدر اطلعهن من هذا يعني من هذا الكومبارتمنت دون ان يتاثر هذا الكومبارتمنت. فهي وحده من الوظائف اللي هي عندها بروتكشن
بهذا المعنى سوري. فالبروتكشن واحدة من أهم الوظائف مال الفاشل كومبارتمنت، ولها وظائف أخرى نتعرف عليها إن شاء الله بالمستقبل، وأساسا إحنا تعرفنا عليها من المحاضرة الجنرال أناتومي، لكن رح نراجعها بالمستقبل. الفاشل أوف ذا هاند أكو مناطق معينة بالفاشل مثل ما قاعد نشوف البالمر كاربال ليجمنت، مناطق تصير ثيكر يعني يزداد الثيكنس مالتها، اوكي هي ايضا هي فاشا نفسها بس يزداد الثيكنس مالتها ويكون لها وظيفه ربط. مثلا ليجمنت شي يصير ليجمنت اساسا من اسمه يربط يعني، اوكي. عندنا ايضا هنا البالمر ابنيوروسز، هذه العضله اللي هي البالمارس لونجس راح تمتد توصل لهذا هاي المنطقه اللي هي راح ترتبط بالبالمر ابنيوروسز اللي هو عباره عن فاشا ولكن صار ثيكر، فطيناه اسم ثاني، اوكي ازداد الثيكنس مالته فطيناه اسم ثاني. هذه هي الفاشة ببساطة، هذه هي فكرة الفاشة. ننتقل الى الفينس الدرينج. الفينس درينج يعني معناتها الفينز الموجودة بالأبرلم. عندنا احنا جروبين، خلنا نقسمهم الى جروبين، السوبرفيشال فينز والديب فينز. السوبرفيشال فينز مثل ما قاعد نشوف هذه الفينز، هذه الموجودة تكون تحت الجلد مباشرة بالسبكيوتينيوس تيشيو، بالسوبرفيشال فاشا بالهايبوديرمس فوق الديب فاشا، يعني هذه اللي قبل شوي شفناها الديب فاشا، اوكي رح يكون فوق من عندها بهذا المعنى. عندنا طبعا هذا كمثال، هذه هي عبارة عن هاند، هاي الهاند نفسها شنو اللي سوينا؟ شلقنا السكن وشلقنا السوبرفيشل فاشا، بقت هاي، اوكي طلعت هاي الأوردة طلعت صارت هي هاي نفسها. هذا هاي الأوردة هاي اللي موجودة هنا شو نسميها؟ مثل ما قاعد نشوف يعني هاي نتورك صايرة يعني شبكة، فنسميها الدورسال فينس نتورك. تمتد طبعا هذه الدورسال فينس نتورك هي أساسا تجي من الفينجرز، أوكي من الديجيتس كلها، وتتجمع تصير هنا وبعدين كلها تنفصل إلى تو بازلك فين وسيفاليك فين. تو سيفاليك فين، السيفاليك فين والبازلك فين هن المين فينز الموجوده بالابرلم، المين سوبرفيشال فينز الموجودات بالابرلم. فطبعا ذني يمتد عندي هذا السيفاليك راح يمتد ويمتد كل هذا يصير هنا، هذا طبعا اللي هو دلتو بكتورال، دلتو بكتورال جروف عباره عن جروف، جروف يعني معناته اخدود، اخدود شنو معناته؟ يعني معناته خندق، خندق شنو معناته؟ يعني حفره مثل الحفره بس تكون طوليه، اوكي بهذا المعنى. وراح يصب وين؟ يصب الدم اللي جايبه وين يصبه؟ يصبه باخر جزء من الاكسيلاري فين. اكسيلاري فين هو الفين الموجود بالاكسيلا، الاكسيلا اللي هو عباره عن الابط. الابط احنا فكرتنا انه راح تتغير ان شاء الله خلال كم محاضره، يعني راح تتغير فكرتنا عن الاكسيلا لانه الاكسيلا احنا فاهمين يعني بطريقه مختلفه. مهم عندنا طبعا هذا الفين اللي هو البازلك فين، هذا البازلك فين يجي من هنا من الفور ارم ويكمل بالارم ويخترق الديفاشه هنا، بينما السيفاليك فين وين يخترق الديفاشه؟ يخترقه هنا، هاي الفتحه، هاي الفتحه اللي بالديفاشه بعدين راح نتعرف عليها شنو هي، ولكن راح يخترق الديفاشه هنا ويصير كونتينيوس، اوكي كونتينيوس، وراح تتجمع عدد من الديف فينز تعرف عليه هنا الديب فينز، وهو اللي يكون الاكسيلا الاكسيلاري فين، اوكي. والاكسيلاري فين يمتد يكون السبكليفيان، اوكي السبكليفيان فين، ويرجع الى القلب بهذا المعنى. طبعا هذا هاي قلبها اني هي اساسا ما كانت هيك بس انا قلبتها سويتها يعني افقيه. طبعا عندنا هذا السيفاليك، اوكي هذا كله السيفاليك، هذا طبعا البازلك، هذا كله البازلك، وهذا طبعا عندنا هذا الميديان انكيوبيتال فين اللي هو صاير ما بين البازلك ما بين البازلك فين والسيفاليك فين. عندنا طبعا هذا اللي هو الاكسيلاري فين، اوكي فنشوف انه هذا امتداده، طبعا هنا راح يخترق الديف فاشا، امتداده راح يكون الى مع الاكسيلاري فين، وهذا طبعا راح يكون باخر نقطه من الاكسيلاري فين بهذا المعنى. ذني هنا عباره عن الديف فينز، الديب فين صايرات تحت المصلز مباشرة فوق البونز، أو إنه يعني صايرات تحت المصلز ولكن أحيانا مثلا
مو مباشرة على العظم، تكون أكو مصلز بينهن وبين العظم، ولكن غالبا يكونن على العظم مباشرة. فمثل ما قاعد نشوف هذني الفينز، ذني هسه أسماءهن إحنا يعني مو ضروري نحفظهن. مثلا هذا الألنر فينز اللي هو راح يكون موجود مع الألنر أرتري، فما راح نتعرف على الأرتري بالمستقبل، راح نتعرف على الفينز وياهن. أوكي، يعني هن نفس الاسم راح يكونن. عندنا ذني البراكيال فينز، ذني هن نفسهن اللي راح يندمجن مع البازلك فين ويكونن الأكسلري فين، والأكسلري فين راح يكون السب كليفيان فين، وهن اللي راح يدخلن إلى القلب، يدخلن بالنهاية إلى السوبري فينا كافا. بهذا المعنى هذا الشيء نعرفه بالسي بي اس. فذني الفينوس درينج أوف أبر لم. ننتقل إلى الليمفاتيك درينج أوف أبر لم. الليمفاتيك سيستم كله، الليمف سيستم كله أخذناه بالجنرال أناتومي. أوكي، فالمفروض تكونون حاضرين بحاضرات الجنرال أناتومي، ولكن هو ببساطة هنا عبارة عن vessels مثل البلاد vessels، ولكن هنا ما يحملن البلاد، يحملن البلاد بلازما. البلاد بلازما مين يجي؟ احنا عندنا شيء اسمه interstitium. interstitium هو الفراغ الموجود ما بين الخلايا، الانترستيشال فلويد. الانترستيشال فلويد احيانا يصير اكثر من اللازم، احيانا يطلع من الدم اللي هو بلازما الدم، يطلع من الدم ويروح الى الانترستيشال فلويد، فتزداد كميه الانترستيشال فلويد. فاحنا عندنا طبعا الجسم البشري ذا كفاءه عاليه، فعندنا ذني الليمفاتيك فيسلز راح هن اللي راح يجيبن الزائد من الانترستيشال فلويد ويرجعنا للسيركيليشن، للدورة الدموية بهذا المعنى. فيبلشن طبعا مثل الفينز، يبلشن من هنا صغار من الفينجرز وشوي شوي كبران، واكو لينف نومز عندنا، مثلا عندنا يعني اكو اكزيلري لينف نومز والى اخره. راح نتعرف على اللينف نومز بالمستقبل اكثر بكل منطقة، يعني راح ندرسها، راح نتعرف اللينف نومز شنو بالضبط وبهذا المعنى، راح نتعرف اساسا بالجنرال اناتومي شنو هو الليمفاتيك سيستم اصلا، فراح يساعدنا هذا الشيء ان شاء الله. يعني ناوي صراحة انه اسوي محاضرة عن الليمفاتيك سيستم الموجود بالأبر لم، ولكن مو الآن. أوكي، مو الآن، لأنه تعتبر أساسا يعني أقرب للكلينيك، لأنه راح نعرف الليمف نودز وين موجودة بالضبط وكذا، مش هنسوي لها إكزامينيشن مثلا. ممكن نسويه محاضرة إن شاء الله بالمستقبل، يعني إن شاء الله أتوفق وأسويها. فالمهم إنه عندنا يعني هي نفس الفينز، إنه راح يبلشن صغار بعدين يكبرون بعدين يصبن ويرجعن هنا بالنهاية، يرجعن للسيركليشن. أوكي، بهذا المعنى. والليمفاتيك سيستم يعني إلى وظيفة إميونيتي. اوكي، هذا الشيء راح نتعرف ايضا عليه، يعني من ندرس اميونيتي ندرس شلون يصير، وندرس هيستولوجي ايضا هم نتعرف عليه اكثر. عندنا الكيوتينيوس انرفيشن اوف ابر لم. هنا الفكره شنو؟ الفكره اكو شيء اسمه درماتوم واكو شيء اسمه مايوتوم. احنا ايضا تعرفنا على هذا الشيء بالجنرال اناتومي، ولكن اللي ما حاضر، اللي ما حاضر محاضرات الجنرال اناتومي اللي هي يعني النيرفس سيستم. هنا شنو؟ هنا عندي طبعا هذه المنطقة، اوكي، او هذه المناطق عندي اني نيرف يغذن السبكيوتينيوس تيشو. اوكي، او هو الكيوتينيوس تيشو، مو السبكيوتينيوس تيشو، الكيوتينيوس تيشو. الكيوتينيوس تيشو هو السكن. اوكي، يغذن السكن، يغذن السنسري، يكون السنسري للسكن. سنسري شنو يعني؟ هذا الاحساس الست من قاعد تلمس ايدك. اوكي، ست لمست ايدك، هاي ايدك من قاعد تلمسها، ان هذا السنسيشن اللي قاعد تحس بيه هذا جاي بسبب ذني النيرفز. اذا صار قطع بذني النيرفز بعد ما عندك سنسيشن بهذيك المنطقه، مثلا اذا اقطع هاي هنا انا اقطعها، وهذه المنطقه اللي هي الدلتويد ريجن ما راح يصير عندك بها سنسيشن. هنا مثلا هذا النيرف اذا راح اقطعه، مثلا هذا هنا، بعد الثامب مالتك ما راح تحس بيه سنسيشن، ماكو. هي هاي فكره الكيوتينيوس انرفيشن. ننتقل الى هاي الصوره، طبعا هي نفسها يعني صورة شوية أوضح. ذني النيرفز، ذن طبعا راح نعرف أسماء نتعرف عليهم بشكل دقيق، كل شيء بهذه الصورة احنا لازم نحفظه، ولكن مو الآن. طيب الآن هذه الصورة وهي آخر سلايد. فكرة هاي الصورة شنو؟ هذا الشيء، هذني الألوان، أوكي، المختلفة المقطعين احنا الإيد، هاي أشياء نسميها درماتوم. الدرماتوم هي شنو؟ قبل أقول لكم الدرماتوم شنو، خلنا نفهم نقطة، شنو استفاد من الدرماتوم والمايتوم؟ أني أجي مثلاً إنه أريد أشوف الإحساس هنا، هذا الإحساس هنا.
إذا هنا ماكو sensation شنو معناته؟ معناته C6 اللي هو الـ spinal nerve root مالته اللي هو يطلع عندنا الـ spinal nerve number C6 اللي طالع من الفقرة السادسة من الفقرة العنقية السادسة cervical vertebra number 6 اوكي اللي طالع من عندها. اذا ماكو سنسيشن هنا يعني معناته الخلل وين؟ الخلل بهذا السي 6. هي هاي فكرة الدرماتوم. اوكي فاني جينا احنا فحصنا يعني يعني كعلماء اناتومست يعني مو احنا البشر يعني جينا فحصنا لنفسنا فشفنا انه هذه المنطقة مسؤول عنها السي 5 فقط فاللي هو يعني السباينال نيرف اللي طالع من السيرفيكال فيرتبرا نمبر 5 بهذا المعنى. فهناك يعني معناته اذا ماكو سنسيشن هنا يعني الخلل بهذا الروت. اذا ماكو سنسيشن هنا يعني بالخلل بالروت السادس. ماكو هنا الخلل بالروت الخامس. ماكو هنا سنسيشن يعني الخلل بالروت ال T2 اللي هي الثراسك فيرتبرا نمبر 2 او T1 نمبر 1 بهذا المعنى. فهي هاي فكرة الدرماتوم. فإحنا نستفاد منها شنو؟ نستفاد منها من نسوي examination. أريد إحنا الغاية مو نسوي examination للسكن، لا الغاية منها إنه نسوي examination هل الإنرفيشن واصل ولا لا. إذا واصل أوكي تمام، إذا ما واصل فممكن يكون قطع بالنيرف اللي قاعد يغذي هاي المنطقة أو مشكلة بالروت نفسه. اوكي مثلا احيانا يصير عندي اني شولدر ديستوكيشن، احيانا يصير عندي مثلا حادث تروما قويه فممكن تكون تقطع ذني الروتس، فانا لازم اسوي لهم فحص اشوف يا روت هي مقطوعه بهذا المعنى. هاي فكره الدرماتوم. المايتوم نفس الفكره ولكن المايوتوم راح تكون للمسلز. ايضا المسلز راح تكون مقسمه مثل هذا الشكل. اوكي مقسمه راح تعرف على عليها ان شاء الله بالمحاضرة الجاية بالضبط شلون يعني مقسمة. ممكن نتقسمها الى عدة مناطق ولكن نعرف مثلا احنا البكتورال سبينجر اللي هي عضلة الصدر النيرف اللي يغذيها مثلا هو النيرف الفلاني. اوكي النيرف الفلاني شنو هو؟ مثلا هو C5 مثلا على سبيل المثال، طبعا هو سي 5 بس انه على سبيل المثال. فاني من اجي مثلا اقلص هاي العضله اشوف هاي العضله ضعيفه يعني معناتها يعني من اجي افحص هذا المريض اشوف انه عضله البكتيروس ميجر مالته ضعيفه فبمعناته انه عنده مشكله بالانرفيشن الواصل ل البكتيرالس ماجر. بالنهاية البكتيرالس ماجر أنا أعرف يعني نيرف يغذيها وأعرف هذا النيرف يرجع للسي 5 فبالنهاية أعرف أنه مشكلته بالسي 5. اوكي بهذا المعنى. او ممكن تكون مشكلته بنفس هذا النيرف صار به قطع. هاي الفكره يعني هاي فكره الدرماتوم والمايوتوم. فغايتها فحص النيرفز. اوكي غايتها فحص النيرفز او الروتس يعني بشكل عام هو نيرف سيستم. غايتها نفحص النيرف سيستم عند هذا البيشنت بهذا المعنى. لهنا انتهت محاضرتنا. اتمنى نالت اعجابكم، اتمنى ان المحاضره كانت خفيفه عليكم. أهمية هذه المحاضرة مثل ما قلت ببداية الفيديو إنه لها أهمية بربط المعلومات. إن شاء الله المحاضرات القادمة راح تكون عن المسلز. أوكي بالأول راح نبلش المسلز شنو هن، وكل مسل راح نأخذ مفاهيم معينة عنها. كل مسل واحدة راح نأخذ 4 شغلات تقريبا عنها، وراح تستمر العملية بهذه الطريقة إلى أن نكمل كل الريجنز، نكمل كل الأبرلم، وبعدها ننتقل للأورلم. هذا المخطط. أوكي نلتقي إن شاء الله في فيديو آخر.